اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، صلي وسلم وبارك على من أرسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، وارض عن آله وأصحابه، وارض عنا وأكرمنا معهم يا رب العالمين. من الأحكام الفقهية المهمة التي ينبغي للإنسان المسلم أن يلحظها في قضايا الزكاة، وهي أو بعض منها أو كثير منها أخطاء يرتكبها الإنسان في أداء الزكاة، أن بعض الناس يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها. سيتساءل إنسان، وكثيرا ما يطرح هذا التساؤل، كيف أعرف المستحق من غير المستحق؟ هذا إذا كنت دافعا. طيب أنا الآن آخذ، كيف أعرف نفسي أنني مستحق أن آخذ أو غير مستحق فلا يجوز لي أن آخذ؟ هو أمر حقيقة مهم وضروري وينبغي التنبه له. أما من ناحيتي إذا كنت دافعا أنا الذي أدفع الزكاة، فينبغي أن أتحرى عن هذا الإنسان المدفوع له، بحيث أسأل عنه من حوله، أسأل عنه بعض أهله أو أقاربه أو جيرانه، أو أبحث عن وضعه، أبحث عن وضعه بحيث أطلب منه الزيارة فأدخل بيته، أنظر في شؤونه، أنظر في سكناه، فيما يفرشه في بيته، فبهذا أتحرى عن قضية كونه من الفقراء أم لا. وأما مجرد ما يفعله بعض الإخوة وفقهم الله وأصلحهم من إعطاء الناس دون تحري، فإذا تبين بعد مدة أن هذا الإنسان غير فقير وجب عليك إعادة الزكاة. أتمنى أن تنتبه إلى المسألة، فهي مهمة وخطيرة. دفعت لإنسان زكاة مالك دون تحري، ذكرت لك معنى التحري الآن، دون تحري، تبين لك بعد مدة أن هذا الإنسان ليس فقيرا، وجب عليك أن تعيد دفع الزكاة مرة أخرى. فأما إذا تحريت ثم تبين أن هذا الإنسان كان يخبئ ولا يظهر، أو كان بعض الناس يتآمر معه بحيث يظهرونه بمظهر الفقير، حينها لا يجب عليك إعادة الزكاة. مسألة اتضحت. إذا بحثت وبذلت جهدي وكان فقيرا كان بها، لم يكن فقيرا أيضا لا بأس. أما إذا لم أتحرى، وهذا ما يفعله بعض الناس، فحينها إذا تبين أنه غير مستحق وجبت الإعادة. هذا من جهة الدافع. من جهة الآخذ، كإنسان، هذا الإنسان يأخذ، إذا لم يكن فقيرا حرم عليه أخذ الزكاة، مو كرها، حرم عليه أخذ الزكاة، وتكون يوم القيامة نارا تحمى فيكوى بها وجهه، نسأل الله العافية. يأتي بعض الناس يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم. لما؟ لأنه كان يسأل الناس أو يأخذ من الناس وهو غير مستحق. لأن هذا الإنسان نفسه يقول، كيف أعرف أنني مستحق أم غير مستحق حتى أقبل أخذ الزكاة؟ من خلال ما يأتيك، هل يكفيك أم لا؟ يعني أنت تعمل عملا أو عملين، هذا العمل أو هذان العملان، هل يأتيانك بمردود يكفيك في إنفاقك أم لا؟ وهذه المسألة يا أيها الأحبة لا ينبغي التلاعب أو الاستهتار بها. قال كيف التلاعب والاستهتار؟ الآن نحن في زمن لو جاء بعض الناس 10 ملايين بالشهر بقول لك ما تكفيني. أنتم تسمعون مثل هذا الكلام، 10 ملايين بجيب شهر بقول لك ما بكفيني. إيش كفيك حبيبي؟ 100 مليار؟ الله يرزقك ويرزقنا جميعا، بس هذا كلام لا يقبل. طبعا الإنسان إذا وجد تحت يديه المال سينفق، وبعض الفقراء أصلحهم الله وأصلحنا جميعا كلنا بلا استثناء، من كثرة ما يأتيه تراه ينفق نفقة الأغنياء، يشتري بعض الأشياء من الطعام والشراب واللباس له ولأولاده كأنه من الأغنياء، فتعجب.
بقول لك عم بيجيني كثير، اذا عم بيجيك كثير معناها انت تكتفي بجزء، كيف تاخذ اكثر؟ اذا يعرف نفسه انه مستحق اذا كان ياتيه ما لا يكفيه، هذا مذهب اكثر العلماء. وقال بعض اهل العلم اذا لم يكن يملك نصابا من الفضه فهو يعتبر من الفقراء. قلت لكم منذ ايام نصاب الفضه مختلف عن نصاب الذهب بكثير بكثير، يعني تقريبا 10% من نصاب الزكاة في هذا الوقت. يعني إذا قلنا الآن نصاب الزكاة اقترب من 80 مليون تقريبا بهذا التقدير، فنصاب الفضة يقرب من 10 ملايين أو أقل قليلا. فإذا كان على رأي بعض أهل العلم يملك ما دون هذا المبلغ جاز له أخذ الزكاة على هذا الرأي، ولكن الرأي الأول إيش أقوى وأصح، وهو أنه يأتيه ما لا يكفيه، عم يشتغل عمل أو عملين أو أقل أو أكثر ويأتيه مبالغ لكنها لا تكفيه لإنفاقه فيحل له الأخذ. فهي مسائل مهمة ويكثر الخطأ فيها بالنسبة للدافع والآخذ. الثانية، إذا وكلت إنسانا بدفع الزكاة يأخذها بعض الناس له، وهذا أيضا خطأ. وكلت أنت إنسانا أن يدفع لك الزكاة للفقراء، يأخذ المبلغ يقول ينظر والله أنا فقير، يضعها في جيبه وانتهى الكلام، هذا لا يصح، هذا لا يصح. فهذا خطأ موجود منتشر أفصل فيه أكثر. هذا الإنسان إما أن يأخذها لنفسه أو لمن يتبع له. قال كيف؟ يعني مثلا هو لم يأخذها لنفسه لكن قال ابني فقير، أختي فقيرة، ابنة عمي فقيرة فأعطيهم. إذا كانوا فعلا فقراء لا بأس بذلك، ما دام هو وكلك. أنا الآن أتكلم عمن أحبابنا، عن الموكل. هذا الموكل إذا كان يأخذ هذا المال فيدفعه لمن يعرفه من أقارب أو أرحام، أو حتى لو كانوا من أقرب الأقارب كأبناء المتزوجين أو كذا، لا حرج في هذا إن كانوا مستحقين. أما لنفسه بالذات فينبغي إذا كان فقيرا، وذكرنا ضابط الفقر آنفا، إذا كان فقيرا أن يسأل الدافع له. لماذا؟ لأن في أخذه لنفسه شبهة، بصير ما يكون مستحق بينه وبين نفسه، فيعني يمشي الأمر يظهر أنه يستحق، فتسأل الدافع قبل أن تأخذه لنفسك. أيضا لأنه لو طابت نفسه أن يدفع لك لقال خذها لك في الأساس، معناه هو في دائر منك أنه أنت فقير أو مالك فقير. بالتالي إذا أردت أن تأخذها لنفسك كما قلنا لا يصح إلا بالاستئذان والسؤال. تقول له يا أخي أنت وكلتني بدفع الزكاة وأنا أحد المصارف. أحد المصارف يعني مصارف الزكاة المذكورة في القرآن التي قلنا إنما الصدقات لفقراء المساكين والعاملين عليها وتتمة الآية. فيقول له أنا يا أخي أستحق فسأخذ هذا المال لي، ما تقول؟ قال لك خذ. فأيضا هي مسألة مهمة ينبغي التنبه لها بالنسبة للتوكيل. لأن التوكيل يا أيها الأحبة يجوز فيه للموكل، عفوا للمتوكل أن يوكل أيضا. بمعنى وكلت زيدا، قلت له يا زيد أنت تدفع الزكاة، فزيد لم يدفعها بنفسه وكل عمرا، يجوز هذا أيضا. يعني المتوكل أن يوكل أيضا وغيره أن يوكل أيضا، صار مرحلتين أو ثلاثة. إذا كانوا ثقات مؤتمنين فلا حرج في هذا بإذن الله تعالى. المسألة التي تليها، قلنا منذ بداية أحكام الزكاة مسألة التمليك مسألة مهمة جدا، والتمليك جاءت من قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، قلنا هذه لام الملك والاختصاص. طيب بناء عليه أنا لما أدفع زكاة إلى مشفى، ما يكون هذا؟ أدفع مالا لمسجد، ما يكون هذا؟ المسجد نفسه لا يتملك مالا، المشفى نفسه لا يتملك مالا،
بينما مثال لو دفعته لمريض في المشفى فقير حيها له، لو دفعته مثلا لخادم المسجد الفقير بعينه بذاته حيها له. أما مجرد أضع في صندوق المسجد، صندوق المسجد قد يشتري به ضوءا، هذا الضوء ليس زكاة، لا يحسب من الزكاة، قد يشتري به أي شيء من حاجيات المسجد، قد يدفع لأحد من يقوم بشؤون المسجد وهو غير مستحق، مثال. فلذلك المساجد لا يدفع لها، المستشفيات لا يدفع لها، وهكذا المدارس الشرعية، هي مسألة أيضا مهمة جدا ويحصل فيها خطأ وقد انتشر منذ عدة سنوات. بيجوا بعض طلبة العلم وفقهم الله من المشرفين على المدارس الشرعية، بدأ هذا قبل ما جرى في البلاد بسنوات، صاروا في رمضان يأتون إلى بعض المساجد الكبيرة فيدخلون، يقوم أحد طلاب العلم من القيمين على المدارس الشرعية بيقول لك ادفع للمدارس الشرعية من الزكاة فهذا جائز، يقول لك هيك الكلمة على عواهنها. هذا الكلام بهذا الإطلاق غير دقيق، ما أقول غلط بالمطلق، أتمنى أن تنتبه معي، أقول هذا الكلام هيك ادفع للمدارس الشرعية غير دقيق، ينبغي أن يفصل، فإن لم يفصل فهو غير دقيق. المدارس الشرعية يا أيها الأحبة تحتوي على عدة أمور، تحتوي على الطلبة، تحتوي على معدات وأجهزة، تحتوي على كتب، تحتوي إن كانت مدرسة داخلية على أسرة وأغطية وهكذا، تحتوي على أطعمة أيضا إن كانت مدرسة داخلية وهكذا. فكثير من هذه الأشياء المذكورة لا تحسب من الزكاة، فهو لما يقبض المال باسم الزكاة يشتري به فراشا، هذا الفراش ملك من؟ قال تغطوا فيه الطلاب على الرأس والعين، تغطى به الطالب، هذا الطالب بعد أن يتغطى به ماذا يفعل به؟ قال ينتقل إلى مدرسة أو يكبر أو كذا ويبقى الفراش، الفراش ملك من؟ قال ملك المدرسة، المدرسة قلنا أنها لا تملك، المشفى لا يملك، تماما؟ فهذا ليس ملكا ملكا لإنسان، هذا ملك عام، صار ملكية عامة، اشتروا به رحلة، طاولة، كرسي، هذا لا يملك، هذا يجلس عليه الأستاذ، خلص الأستاذ بيجي غيره، ما هو ملك فقير معين، بالتالي هذا لا يكون، لا ينبغي. كذلك بعض يقول لك طيب عم نعطيه للفقراء، عفوا عم نعطيه لطلبة العلم، طيب بارك الله، طلبة العلم أنفسهم يا أيها الأحبة صنفان، بعضهم فقراء وبعضهم غير فقير. أنا أعرف يعني بعض الإخوة وفقهم الله ومن كبار الأغنياء وضع أولاده في طلب العلم، فمثل هذا لأني ابن طالب علم ندفع له زكاة؟ إيش هذا الكلام؟ أبوه من كبار التجار كيف يأخذ زكاة هذا؟ هو أحب أن يطلب العلم ووفقه الله، هذا شيء يسر ويبهج الخاطر أن يطلب الأغنياء والفقراء العلم الشرعي، هذا أمر جيد، لكن هذا الشاب هذا لا يستحق زكاة فتدفعها للطلبة كرواتب أو كذا، أيضا هذا غير دقيق. تحسب لي الطلبة وتسجلهم الطلبة المستحقون، تحسب الطلبة المستحقين وتضبطهم، ثم تقول نحن ندفع رواتب للطلبة المستحقين من قسم الزكاة فأدفع لك من هذا القسم. أدفع للطلبة شان ما يقول بأصار في انحياز، يعني الطلبة هذوليك ما نعطيهم شيء، أعطيهم، خصص عندك صندوق يا مشرف على المدرسة الشرعية، خصص صندوقا لغير الزكاة للصدقات، هذا تدفع منه راتبا للطالب غير الفقير. فإن لم يفعلوا هذا وهم لا يفعلون، الواقع لا يفعلون، فإن لم يفعلوا هذا وهم لا يفعلون، ما أجزم لكن هذا كثير موجود، فهذا لا يصح، يقول لك عطي للمدارس الشرعية زكاة بهذا الإطلاق وفقه الله، كلامه غير دقيق وكذب. فأيضا هي مسألة مهمة تحصل مرارا بين الناس وبخاصة في رمضان، تأتي إليه أخي الكريم جزاك الله خيرا، عندك صندوق خاص بالزكاة يدفع لمصارف الزكاة ومستحقيها في مدرستك، تفضل هذه زكاة وكلتك بها، ما عندك وأنت أمورك هكذا فوضوية عشوائية جزاك الله خيرا، أدفع لك من الصدقة، أو ما عندي غير الزكاة وأجلها إلى أن أجد المستحق التام. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمناه، والحمد لله رب العالمين.